اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كل حته في مصر. النهارده عندنا حاجات كتير بس كلها سهله قوي. فول قلابه عشان بيتقلب كله على بعضه، وام علي بالمكسرات، وكسكسي بالمكسرات والسكر البودر. نبتدي نقول مكونات من هنا. مكونات الكسكسي: لبن، كسكسي، مكسرات، لبن بودره، سمنه، وقرفه. مكونات ام علي: عجينه الملفي او اللي هو بسكوت جاهز، لبن، قشطه، مكسرات، سكر، جوز هند، فول القلابه، فلفل حار، فول مدمس، زبده، طماطم، بصل، كمون، بهارات، وتوم. ابتدي اول حاجه بام علي علشان هتخش الفرن على ما نخلص الحلقه تكون استوت او خلاص، يعني تكون خلصت. هي كل حاجه مستويه بس هي محتاجه تاخد وش. انا ممكن احط اللبن في اي حاجه، انا مش هسخن حاجه خالص، بس انا هحطه كده عشان اعرف اقلبه، اقلب السكر. طبعا كميه السكر اللي تشوفوها مناسبه، ممكن نقلب وندوق. ام علي ليها قصه ظريفه قوي، او ليه سبب تسميه ام علي. شجره الدر كانت متجوزه عز الدين ايبك، فطبعا عشان ما كانش ينفع في الوقت ده ان يبقى في ست هي اللي بتحكم، فجوزها عز الدين ايبك. وعز الدين ايبك، ادوق بس الاول كده السكر. تمام، اتجوز عليها واحده تانية اسمها ام علي، فطبعا انتقاما من ام علي موتت شجره الدر بالابائيب. وبعد ما موتتها احتفلت، وبداوا طلبت من الناس عندها انها تعمل الاكله دي، فكانوا كل ما بيسالوا ايه ده فبيقولوا له ام علي بعتها لكم دي، فمن ساعتها بقى اسمها ام علي. طيب انا عايز بس ازود عليها شويه حاجه كده سريعه علشان برضو ما نبقاش بنعمل كل حاجه تقليدي. هحط المكسرات كلها في الكبه. اي مكسرات بقى موجوده عندكم تقدروا تستعملوها. وعايز اخلط المكسرات دي مع اللبن دلوقتي، يعني هفرمها واخلطها مع اللبن علشان برضو يبقى فيه طعم حلو. اخد شويه واخلي شويه للتزويق، او شويه للوش، على الوش من بره، نص ونص مثلا، كفايه كده. نرجعهم هنا تاني. مش محتاجين السكر في حاجه، بالراحه بقى. مش المفروض ان احنا نعومها قوي، يعني نخليها بس تبقى كفايه ان هي تتشرب، يعني كفايه ان اللبن، ان الميفي يشرب اللبن، يشرب اللبن ويبقى شاطر. ايه ده؟ لو اكتر من كده لا، هحتاج تاني. انا عندي لبن، هاخد من هنا شويه كمان. بس قبل ما توصل ان هي تبقى عامل في اللبن، عشان ده العجينه بتاعت الميفي او البسكوت الميفي ده هيشرب اللبن كله، ومع الفرن والقشطه من فوق هتبقى مظبوطه قوي. دي قشطه، نحطها كده واحده واحده. افردها علشان تاخد وش، او تاخد اللي هي يعني تاخد تحميصه كده. طبعا لو عايزين تخفوها اكتر، تخفوا القشطه، ممكن نخفها بالمضرب بشويه لبن علشان نقدر نفردها. بس هي هتخش الفرن دلوقتي هتطلع مظبوطه قوي. خلي دي هنا كده، ماشي. انا بحاول على قد ما اقدر افرد القشطه في كل حته،
وبعدين احط بقى المكسرات. خلي شوية عشان نحطهم في الاخر عليها من فوق. جوز هند، كده كفاية. ادخلها بقى الفرن من فوق واركز معاها عشان مش عايزينها تاخد وش اكتر من اللازم، وعشان نريح نفسنا هنظبطها على 7-8 دقايق.